مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة ملف سيطرة الميليشيا على مؤسسات الدولة وتأثير ذلك على مستقبل الدولة اليمنية. منذ أكثر من عام ونصف تسابق ميليشيا الحوثي الزمن في بسط سيطرتها على كامل أجهزة الدولة، حتى بات الأمر متجاوزا لما يسميها البعض حوثنة الدولة. لا يكاد يمر أسبوع دون أن تظهر مجموعة وثائق بتعيينات تقوم بها الميليشيا في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. أظهرت وثائق جديدة قيام الميليشيا بتعيين عدد من أتباعها والموالين لها مدراء عموم لإدارة الموارد البشرية في أكثر من 60 مؤسسة وجهازا حكوميا. وقبلها كانت الميليشيا قد عينت المئات من عناصرها في عدد من المناصب العليا في جهاز الدولة، حتى ممن لا تنطبق عليهم المعايير لشغل هذه الوظائف. ينقسم المراقبون في رؤيتهم تجاه ما تقوم به الميليشيا بين من يرى أن ذلك يشير إلى عمل دؤوب نحو إلحاق الدولة بهيكل الجماعة والسيطرة عليها باعتبارها السلطة التي ستبقى للأبد، وبين من يرى أن ميليشيا الحوثي تسعى نحو تعزيز نفوذها داخل مؤسسات الدولة استباقا لأي حل سياسي وبما يضمن لها نفوذا داخل الدولة في حال سقوط سلطتها. ولذلك نتساءل ما دلالات استمرار الميليشيا في حوثنة الدولة وما تأثير هذا على مسار التسوية السياسية وعلى مستقبل الدولة اليمنية بشكل عام. هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا هذا المساء، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. كلما استقلت الميليشيا بنطاق جغرافي معين وأحكمت سيطرتها عليه، كلما زادت وتيرة ملشنة المؤسسات أو ما بات يعرف مؤخرا بحوثنتها، وخلافا لما كانت ترفعه من شعارات قبيل انقلابها مستغلة حالة التذمر الشعبي من أداء الحكومات المتعاقبة وزاعمة السعي لمنع احتكار الوظيفة العامة، إلا أنها أظهرت بعد ذلك مختلف أشكال الاستغلال والاحتكار الذي أصبح أشد وطأة من سابقه. 65 مديرا للموارد البشرية في مختلف مؤسسات الدولة والوزارات، كانت هذه هي التعيينات الجديدة للجماعة الانقلابية في اتجاه يشير إلى تزايد وتيرة تغلغلها في مؤسسات الدولة. لم يتوقف الأمر عند تعيين شخصيات موالية للميليشيا في مراكز حساسة داخل أجهزة الدولة، بل تجاوزت ذلك بكثير لتفرض أناسا لا يملكون أدنى المؤهلات لشغل تلك المناصب، وفرض ما يسمى باللجان الثورية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية. مراقبون وصفوا هذه الخطوة بالخطيرة على مستقبل أي حل سياسي يراد التحضير له، فضلا عن أنها خطوات تظهر الوجه الحقيقي للإنقلابيين على طريق ابتلاع الدولة والإرادة الشعبية وتهميش مبدأ تكافؤ الفرص في نيل الوظيفة العامة. لا تنحصر عملية فرض الموالين للميليشيا بالمرافق المدنية فحسب، فهناك مظاهر أخرى عززت من سطوة الميليشيا على أهم الأجهزة العسكرية والأمنية أيضا، مع قيامها بفصل عدد كبير من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وإحلال عناصر من ميليشياتها، بل وتعيينهم في رتب عليا كما أظهرت ذلك وثائق سابقة. تختلف إذن طرق ملشنة الجماعة الإنقلابية للدولة ومرافقها، وإن كانت في المجمل تشير إلى أن الدولة اليمنية صارت ملكا خاصا بميليشيا الحوثي وأنصارها، ومع استمرار هذا السلوك تتقلص فرص الحديث عن قيم المواطنة ويتلغم طريق الحل السياسي الذي يأمل اليمنيون بالتوصل إليه. ينضم إلينا الآن مشاهدينا من الدوحة الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ جمال. طوال عامين يعني بسطت الميليشيا سيطرتها بشكل واسع على جهاز الدولة، برأيك إلى ما يشير هذا التوجه من قبل الميليشيا؟ أنا باعتقادي أنه هذا التحرك هو جزء من استراتيجية وليست خطوة خارج السياق، بمعنى أنا عندما أريد أن أتعرف على استراتيجية أي مكون فإني أراقب نمط التحركات منذ أول سيطرة له. منذ أول سيطرة له على العاصمة صنعاء كان يريد من اتفاق السلم والشراكة أن تبقى مؤسسة الرئاسة مؤسسة شكلية، وبالتالي كانوا يريدون من الرئيس عبد الرب منصور أن يبقى رئيسا بالفعل ولكن ليكون سكرتير لعبد الملك الحوثي وتصبح الجماعة هي الحاكم الفعلي، بينما تصبح مؤسسات الدولة
شكلية وتشرعن هذه السيطرة. عندما فشلت في ذلك هي الآن تريد أن تسيطر على كل مفاصل الدولة، ثم عندما تأتي ذلك لو راقبنا أنهم يطالبون الآن بحكومة وفاق أو بحكومة شراكة أو بأي حكومة، ستأتي هذه الحكومة لتكون شكلا فقط، لتكون عبارة عن جسد بلا روح، بينما تكون الجماعة متواجدة ومتغلغلة داخل مفاصل الدولة. وإذا كنا نتكلم في هذه اللحظة عن الكيان الموازي في تركيا، ستكون جماعة الحوثي في حالة سبق الاستجابة لهذا المطلب، ستكون يعني أنا كنت سأسألك حول هذا التشبيه. يعني البعض يرى أن هذا السلوك يأتي فعلا في إطار مساعي الميليشيا لتعزيز نفوذها داخل الجهاز الدولة قبل التوصل لأي حل سياسي. يعني أنت تتفق مع وجهة النظر هذا؟ ما يجعلنا نتفق معها وما يؤكدها هي تحركات جماعة الحوثي وإصرارهم على أن يتواجدوا بهذه الكثافة في كل مفاصل الدولة. إذن هم أثبتوا، وليس بل يتهمهم وليس خصومهم، هم أثبتوا ذلك بالفعل قبل القول، أنهم يريدون أن تكون مؤسسة الدولة عبارة عن جسد بلا روح، أن تكون شكلا فقط ثم يكون هم الحاكم الفعلي. وأيضا إذا أردنا أن نستدعي نموذج مشابه، يريد أن يكون هناك رئيس في البلد، لكن يكون هناك رئيس الرئيس بما يشبه ولاية الفقيه بنسخة يمنية. طيب يعني الأمر لم يتوقف عن تعيين كوادر من نفس المؤسسات، لكن أيضا الميليشيا تقوم بتعيين أشخاص لا يتناسبون حتى مع معايير شغل هذه الوظائف. كيف سيؤثر مثل هذا السلوك على الدولة اليمنية بشكل عام وجهازها المؤسسي مستقبلا؟ هو نحن كنا نعاني أصلا من 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 جهاز الدولة ومن الفساد الموجود. بعد أن أرادت جماعة الحوثي بهذا الفعل أن تكسب، هي من خلال الوظيفة العامة تريد أن تفرض سلطتها، وبالتالي هي عبارة عن ما يشبه الرشوة، فهي تعطي هذا الشيخ وظائف لأصحابه كي تكسب هذا الشيخ، وتعطي هذا الوجاهة الاجتماعية عدة وظائف لتكسبه في صفها، لأنها الآن تعاني من تململ داخل المجتمع اليمني يتزايد يوما عن يوم، وبالتالي تريد أن تحافظ على شيء من الشارع، ومضطرة لأن تعطي هذه الوظائف لمن يستحق ولمن لا يستحق، بالإضافة إلى أنها تعطي الوظائف الحساسة الأمنية والعسكرية لمن يثبت فقط ولاؤه لها، لا يهمها مطلقا أن مؤهلا أو غير مؤهل. العنصر الحاسم لقرار التوظيف هو الولاء في الوظائف الحساسة ثم كسب الولاء في الوظائف العامة. طيب باعتبار أن هناك الآن مشاورات تجري في الكويت، يختلف أو يتفق الكثيرين حول مدى فاعليتها، لكن بشكل عام كيف سيؤثر هذا السلوك الميليشياوي على فرص الحل السياسي؟ يعني كذلك كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الملف في لحظة التوصل أو في حال التوصل إلى حل الأزمة القائمة؟ أنا باعتقادي بالنسبة لمفاوضات الكويت، في ظل كل الانتهاكات التي تمارسها الحوثي، ليس هناك مصداقية من قبل المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على جماعة الحوثي. نحن نلاحظ ونسمع ونتابع الضغوط التي تمارس على الشرعية وعلى التحالف أكثر بكثير من الضغوط التي تمارس على جماعة الحوثي، وهي الجماعات التي تمارس الانتهاكات يوما عن يوم. وبالتالي ليس هناك ما يجعلنا نطمئن أن مفاوضات الكويت ستخرج بشيء حقيقي يساعد استعادة الدولة. للأسف الشديد نحن أصبحنا متخوفين في أن تكون مفاوضات الكويت هي السبب في شرعنة الدولة، ولم يعد لدينا أمل في أن تكون خطوة ولو خطوة أولى في اتجاه استعادة. نعم أستاذ جمال. نعم معك. نعم إذن أشكرك الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الكويت الصحفي همدان العلي. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ همدان. من واقع اهتمامك بملف التعيينات يعني التي تقوم بها الميليشيا، ما مدى تمكنهم من السيطرة على جهاز الدولة حتى الآن وتمددهم أفقيا وعموديا فيه؟ يعني الحوثيين يعني حتى هذه اللحظة يمارسون عملية حوثنة الدولة، والهدف كما قلنا في أكثر من مرة هو حوثنة المجتمع. الآن هو الأخطر من حوثنة مؤسسات الدولة سواء كانت العسكرية أو المدنية أو الأمنية، هو حوثنة المجتمع اليمني من خلال السيطرة على
التربية والتعليم، من خلال السيطرة على الجامعات، من خلال السيطرة على الكثير من المجالات المرتبطة بالمجتمع اليمني. هذا الأمر مستمر ويتفاقم بين الفتاوى الأخرى وبكل جراءة. يعني ربما اطلعت على التعيينات التي تمت في الجهاز العسكري، تعيينات يعني منافية لأي مبادئ عسكرية، وبالتالي أعتقد يعني أنا لحقت قبل شوية حديث الأخ المليكي حين أبدأ مخاوفه حول إذا ما كانت مشاورات الكويت ستشرعن مثل هذه الممارسات، لكني أطمئنه أنه فريق الشرعية أو وفد الحكومة الشرعية ليس مستعدا على الإطلاق أن يقدم أي تنازل في هذا الإطار. وقد يعني تحدث أكثر من مرة أن مثل هذه القرارات غير مقبولة وملغية، يعني سواء تم توقيع اتفاق أو لم يتم. طيب، ما هي الأبرز القطاعات التي يعني تقوم الميليشيا بالتركيز عليها وتسعى أكثر للسيطرة عليها؟ شوف، يحرص الحوثيون على السيطرة على المؤسسات السيادية بدرجة أساسية، كما يحرص على السيطرة على المؤسسات الإرادية ويعني المرتبطة بعمليات الترهيب والترغيب للمواطن اليمني. يعني وزارة الدفاع، الأمن، يعني الداخلية بأجهزتها ويعني قطاعاتها المختلفة، سواء الأمن القومي أو الأمن السياسي، الشرطة العسكرية، كل هذه المؤسسة، كل هذه القطاعات والأجهزة يتم السيطرة عليها بشكل كبير. المطارات، بالنسبة للمؤسسات الإرادية والتي فيها أموال، يعني كوزارة الاتصالات، الضرائب، مؤسسة الضرائب، النفط، يعني أيضا يعني وزارة الخدمة المدنية، التأمينات، كل هذه المؤسسات التي ترتبط بحياة المواطن، يعني ترتبط بالجانب المالي وهو الترغيب، والجانب الجمعي وهو أحيانا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تهتم بها جماعة الحوثي بشكل كبير. طيب، ما هي آخر قوائم التعيينات التي تتعلق ب يعني مساعي الحوثيين ل يعني بث أو وضع أفراد موالين لهم في نهاية المطاف بداخل مؤسسات الدولة؟ القوى البشرية، يعني تعلم جماعة الحوثي أنها تستطيع تخدير المجتمع من خلال توزيع المناصب ومن خلال التوظيف ومن خلال أحيانا إذا تم رفض وجودهم من خلال الإذعاد والإقصاء من الوظيفة العامة. ولهذا يعني أنتم ربما تابعتوا الكشوفات التي تم توزيعها أو نشرها خلال الأيام الماضية، وهي تبين قرارات تعيين في إدارات وأقسام. هي لماذا تركز على هذه الإدارات؟ الهدف من هذا الأمر هو كما أخبرتك، هو سواء الترغيب من خلال تعيين وتوظيف أشخاص يكونوا موالين لها أو ربما يكونوا محايدين ليتم يعني استقطابهم إلى مربعها، أو الإقصاء للمخالفين لها إذا كانوا في هذه المؤسسات، أو إبعاد أو تقليل من فرص توظيف أناس يعني يمنيين مخالفين لها. طيب، عادة من تقوم الميليشيا بتعيينهم، من كان في هذه المناصب أين يذهبون؟ يتم إقصائهم أو تماما بشكل عام، أو يتم إعطائهم مناصب يعني بدون أهمية كمستشارين. هذا يحدث كثيرا في الأنظمة الجمعية. من الأشياء المهمة التي يجب أن نركز عليها أن أغلب هذه التعيينات لا تخرج عن إطار سلالة معينة، وهذه حقيقة يجب أن ننتبه لها. وأعتقد أن هذا الأمر بدأ يعني يثير يعني شيء من الغضب بين اليمنيين، في يعني بين اليمنيين من غير هذه الأسرة التي يعني تسمى الهاشمية، يعني مع حرصنا على عدم التعميم، لكن الحقيقة كما هي أن جماعة الحوثي تحرص على يعني تمكين هذه الأسرة من كل مفاصل الدولة بشكل عنصري فاضح ومكشوف. طيب، يعني إلى ما تسعى الميليشيا من خلال ذلك بالضبط؟ يعني الآن عندما
يتحدث الناس أو يعني يقول الكثيرون أن الميليشيا تحاول السيطرة مثلا على إدارة الموارد البشرية، كما قلت الآن هي بالأخير تحاول التحكم ب يعني قدرات أو الأماكن التوظيفية التي ترغب من خلالها الناس في مشاريعها التي تقوم بها، لكن من ناحية أخرى هي تقوم بعمل تعيينات عنصرية أو يعني محددة تنحصر في مجال محدد، هي الآن تناقض نفسها في هذه الحال إذن؟ هي في النهاية تبحث عن مصلحتها، إن كان يعني بداية المشروع أو بداية المرحلة الأولى من مشروعها هو تمكين السلالة العنصرية من مؤسسات الدولة، ومن ثم إعطاء بعض الفتات لأي أشخاص آخرين يرغبون بالانضمام لها وتأييدها، وهذا أمر يشكل مكسب لأنه يزيد من سوادها في المجتمع اليمني، لأنها في النهاية فئة بسيطة ومكون بسيط يعني لا تتجاوز يعني 5% بحسب يعني تقديرات كثيرة. يعني يجب أن يعني نتنبه، يجب أن نتنبه أن جماعة الحوثي الآن تدشن مرحلة جديدة من الاستبداد الديني الكهنوتي العنصري على أساس الجينات العنصرية، وهذا واضح جدا من خلال التعيينات التي تتم. عملية حوثنة الدولة تتم ليس فقط مؤسسات الدولة، وهذا أيضا يجب أن نركز عليه. عملية حوثنة الدولة انتقلت إلى مرحلة جديدة وهي حوثنة المجتمع في المدارس والمساجد والجامعات والإعلام والتوطين في بعض المناطق الجغرافية التي ليست محسوبة عليهم ولم يجدوا فيها حاضنة. يعني كيف يتم ذلك أستاذ همدان؟ في المدارس يعني ربما سمعت أنه محمد آل الحوثي يعني ما يعني رئيس ما يسمى باللجنة يعني اللجنة الحوثية هذه، نعم، أعلن أكثر من مرة في لقاءات مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم أن هناك خطط لتغيير المناهج الدراسية، وهذا أمر خطير جدا. يعني أنت بهذا الشكل تحوثين المستقبل كامل، أنت تلغم المستقبل تماما في هذا الأمر. هذه الخطوة كفيلة لوحدها أن تنسف النسيج المجتمعي، أن تنفي، أن تلغي مكتسبات الديمقراطية، أن تمزق أيضا تنهي شيء اسمه تعايش في اليمن بين مكونات المذهبية المختلفة. الأمر الثاني في المساجد، عندما يتم تغيير خطباء المساجد، أنت تعلم أن خطيب المسجد هذه الأيام يصعد إلى المنبر وفي كتفه السلاح الناري، أيضا عن طريق يعني إنشاء قسم لتعليم اللغة الفارسية في مثل هذه الظروف. يعني نحن لسنا تعلم أي لغة في العالم، ولكن ليس في هذه الظروف وليست بهذه الطريقة. أيضا عن طريق يعني توزيع الأراضي، أراضي الدولة على يعني أنصارهم العقائديين وفي أماكن حساسة وفي مناطق غير محسوبة عليهم، مثلا في الحديدة يعني في الساحل الغربي، هذا كله أصبح الآن جزء كبير تابع لجماعة الحوثي. فهذه الأمور كلها تعني أن هناك عملية موسعة وسريعة لتغيير ديموغرافية يعني مناطق كثيرة في اليمن. طيب الآن هذه التعيينات ألا تتسبب بتأليب الرأي العام وتأليب الناس على ميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها؟ في الأخير يعني من يحارب في رزقه سيقوم بالخروج ويعني التظاهر أو الخروج عن طاعة هؤلاء بالأخير في نهاية المطاف. هناك يعني لا شك هناك غضب، يعني هناك غضب أو نستطيع أن نقول يعني نار تتقد تحت الرماد، وسيأتي اليوم التي تظهر للعامة وتخرج عن طورها. أنت تعلم نحن أننا نمر في مرحلة حرب، وهناك يعني الكثير لديهم وجهة نظر حول هذه الحرب، ليس بالضرورة أن يكونوا مؤيدين لجماعة الحوثي، وإنما لديهم موقف معين من دولة معينة. هذا الأمر يجعل من هؤلاء الناس يستكينون ويكظمون الغيظ، ولكن أؤكد لك أن كثير ممن يحسبون على جماعة الحوثي يرفضون تماما هذه الإجراءات، وسيأتي اليوم الذي يخرجون بالعصي وليس فقط بالبنادق. يعني أنا أعتقد أنه الأيام حب، لا أنا أتكلم وأنا أحد أبناء المناطق التي يسيطر فيها
الحوثيون على الناس. يعني أؤكد لك أنه سيأتي اليوم ويخرج الناس مطالبين بحقوقهم ورافضين لمثل هذه الممارسات العنصرية، لأن لا يمكن للعقل السوي أو للإنسان الحر أن يقبل مثل هذه الممارسات بعد 50 عام من الحرية، بعد 50 عام من الكرامة، بعد 50 عام من المشاركة، يعني بعد سنوات طويلة من الديمقراطية والتعددية، وثم نعود إلى الخلف 50 عام. هذا أمر غير مقبول، أعتقد أنه غير مقبول للمجتمع اليمني. طيب، هل من يعني فعاليات مجتمعية تظهر هذا الغضب أو هذه عدم الرضا لهذه التعيينات من قبل الناس؟ أنت ربما تلاحظ أن هناك تذمر في بين يعني المؤتمرين أنفسهم، وهم شريك الآن شريك جماعة الحوثي في عملية الانقلاب، والمؤتمرين يشكلون الطاوله في المحافظات الشماليه التي يسيطر عليها جماعه الحوثي. يعني بالتاكيد لن يكون هناك فعاليات واضحه ويعني في الوقت الحالي، لانه كما اخبرتك نحن نعيش مرحله حرب، وهم شركاء للحوثيين في عمليه الانقلاب على الشرعيه الشرعيه في اليمن، وبالتالي نلحظ هذا النوع من التذمر ونرصده، ويعني ونتمنى من اخواننا في المؤتمر الشعبي العام الا يستمروا في طريق التمرد على الشرعيه، وان يعودوا الى مسار ودعم الشرعيه، لان هذا الامر منقذ للبلد ولهم ايضا. هم لن يجدوا الظلم يعني من قبل شرعيه الحكومه وشرعية الرئيس الحالي، لن يظلموا من قبل الشرعية التي تريد أن تعود وهي الآن حول صنعاء، لكنهم يظلمون يوميا من جماعة الحوثي، يقصون يوميا من مناصبهم، يقتلون، يعني يزجون في السجون دون أن يستطيع علي عبد الله صالح وأنصاره أو أزلامه الذي حوله أن يقوموا بشيء لأجلهم، وبالتالي صمتهم ليس في صالحهم. وعلي عبد الله صالح في النهاية سينتهي، يجب أن يكونوا مع الوطن ومع أنفسهم ومع مصلحتهم. نعم. طيب أستاذ همدوة، بسؤال أخير، يعني في نهاية المطاف هناك من يتحدث على أن ميليشيات الحوثي تحاول يعني زرع عناصر أو تفعيل وجودها في المناطق ما حول العاصمة صنعاء، ربما لعمل يعني تأكيد أو سياج أمني من نوع ما حول هذه المدينة التي تعتبر يعني مفتاح السيطرة فعليا على الدولة اليمنية. إلى أي مدى ستنجح في ذلك؟ تعرف جماعة الحوثي أن ليس لها قبول في صنعاء، وأن هناك يجب أن يكون هناك حل يعني مستقبلي سواء بالسياسة أو بالقوة، وبالتالي محاصرة صنعاء هي الآن تحدثت عن مدن سكنية لأهالي وذوي الشهداء أو ما سموهم الشهداء، أو هم يعني الذين سقطوا بالنسبة لهم في جبهات الحرب، بينما هي الحقيقة كما وصلت لي المعلومات أن هذه العملية هي عملية توطين وصنع مؤسسات أو صنع معسكرات على شكل مدن سكنية حول العاصمة صنعاء. هذه العملية أعتقد أنها لكي تنجح يحتاج لها يعني فترة طويلة، لكن إن شاء الله هذا الأمر لن يعني سينتهي بالفشل ولن يكتب له النجاح، لأن يعني أعتقد أنه أمر الانقلاب أصبح ليس بالطويل كما يعتقد البعض. إذن أشكرك الصحفي همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ جمال المليكي الباحث والمحلل السياسي، وكذلك الصحفي إبراهيم همدان العلي، وكذلك من كان مفترض أن يكون معنا وهو رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف الذي لم نتمكن من التواصل معه. في ختام الحلقة شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي أنا والزميل كمال حيدرة، إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.